ما قطعها بقول يا ماما انا مش نسيتك وحرق بقلبي صدقني كل حياتي. ابني ما كان بين ايدي نتيجة اهمال اكثر ما هي قضاء وقدر. هيدا اهمال هني. ايام قليلة مرت على غرق رامي الهاشم ابن الخمسة ربيعا في احد مسابح الدكواني، وحرقة قلب والدته سوزان هي نفسها منذ ان تلقت الخبر. رامي راح بسبب اهمال. كلمات لا تفارق سوزان وهي تنظر إلى صور رامي وتخبرنا عن أيام من الفرح ذهبت ولن تعود. قضية رامي أقفلت مسبح سبرينغ هيلز لثلاثة أيام، يتمسك وزير السياحة بتمديدها بانتظار القرار القضائي. لكن ماذا عن معايير السلامة في باقي المسابح؟ للمنقذين البحريين دور يتخطى الواقع الموجود في لبنان، إذ أن 40% فقط من هذه المسابح تعتمد على منقذين مدربين وفق المعايير وحائزين على شهادات. فالمسابح تستسهل استقدام طلاب جامعات لتمضية موسم الصيف بأقل كلفة ممكنة. بيسبح ما بكون لايف جارد، اللايف جارد بده يكون مخصص ويعمل دورة اسمها لايف جارد، بيدربوه سباحة اللايف جارد كيف، حمل الغريق كيف يقرب للغريق، كيف يحكي هو، كيف الغريق يعرفوا إذا شرس ولا عادي ولا في له أحوال كتير. الغريق بكون سبيح تعبان، كيف يقرب له بتفترق، في بتختلف من شي لشي يعني. بس ما فينا أقول واحد بيسبح هو لايف جارد. في برات الماء أخطر من الماء، تقدر تفضي له الماء اللي بجسمه، تعطيه CPR تنفس، كيف تنيمه كيف توعيه. بس هيدي هي في عدة شغلات يعني حسب نوعية الغريق اللي عاملها. اولا نحن في عنا خلل بتطبيق القانون، لانه اساسا القانون الصادر بعام 1970 هو قانون منه كامل، قانون فيه ثغرات كتير. مثلا بهذا القانون بيقولوا وجود عدد كافٍ من المنقذين. شو مين بيحدد المعيار للعدد الكافي من المنقذين؟ ما في معيار علمي نقدر نحدد على اساسه. بلبنان لازم يصير في قانون جديد، وهذا اللي هلأ عم تشتغل عليه جمعية اللاصف. وزير السياحة فادي عبود لا يوافق على أن عدد ضحايا الحوادث البحرية في ارتفاع، معلنا تشدده في قمع المخالفات ووضع معايير صارمة في هذا المجال. هلأ بموضوع المنقذين البحريين أنا مني كتير إرادي على الطريقة، يعني وقت أنا بقول أنه بده يكون يعني في عدد، في موظف على كل مسبح، مش مزبوط هيك. لازم يكون في أكثر من موظف، لأنه هيدا الموظف أساساً ما فيه يقعد 12 ساعة. هيدا الموظف عنده حاجاته، بده يأكل، بده يفوت على الحمام، وبيسوى يقعد يعني ساعات وساعات بالشمس طبعاً، وكمان قاعدة بالشمس. فهيدا الموضوع عم ندرسه هلأ، لأنه إذا في مسبحين لازم يكون في ثلاثة، إذا في مسبح واحد كمان لازم يكون في اثنين، لأنه واحد بده ياخذ مطرح الثاني وما بيطلع له فرصة هيدا نهارين بالأسبوع. عبود يتحدث عن المسابح الخاصة، لأن المسابح الشعبية وبمفارقة عجيبة لا تخضع لسلطة وزارة السياحة بل لوزارة الأشغال العامة والنقل. في منتصف فصل الصيف تبدو السلامة العامة هي أيضا في منتصف الطريق، تتخبط بين موجة الحفاظ على أرواح الناس وموجة القضاء على موسم الاصطياف إذا ما تم التشدد في معاقبة المسابح المخالفة. وما بين مد هذه وجزر تلك قانون الحماية من الحوادث البحرية ينتظر إقراره منذ أكثر من عقدين. رامز القاضي، قناة الجديد.